لا تبكي يا صغيرتي، لا تتأثري يا صغيرتي، إنك بنت مدريد. هناك السيتي ليفربول، الإنجليز هاجوا، الإنجليز ثاني نهائي تواليا، السيتي نال فينال دي باريس. السيتي أقوى أكيد على الورق وتأكد على الميدان، لكن جمهور الريال عليه أن يتسم بالواقعية فيما هو متوفر. النجاح كان رائع جدا في عام 2022، السوبر مع الليغا مع نصف نهائي الأبطال شيء أكثر من محترم، في غياب مدافعين، في غياب مساندين لكريم. هذه التركيبة للمانشستراوية، هذه الماكينة للسيتي، هذا السيتيزنز رهيب جدا. القرعة قصت على مدريد، عدى الأوبستاكل والخطوة الأولى، تجاوز الحاجز الثاني، ولكن كان برشا عليه أيضا أن يعدي فريق بحجم مانشستر سيتي. صلاح كان يتمنى الريال، ولكن في الأخير هو ديربي كلاسيكو آخر يا صلاح. بنزيما الحكومة لم يصنع نجاح الريال هذا المساء، وينهي مشوار الأبطال ب14 هدف. اللعبة منتهية، هو 28 مايو القادم في سان دوني، مانشستر سيتي ليفربول، هو نهائي الشامبيونز ليج، النهائي الثالث في التاريخ والرابع انجليزي انجليزي، والثالث فيها 5 سنين. لا يقتل هذا الريال، لا يخسر هذا الريال، لا تحتسبونه من المنهزمين الا بصافرة التسعين. مع بي جي قالوا بالحظ وخطا من دونا روما، مع تشيلسي قالوا هذا الريال محظوظ ب7 ارواح. انا كتبت على تويتر بعد استاد الاتحاد، قلت هذا المرينجي ب7 ارواح. الله، اليوم ماذا ساقول؟ ماذا ساقول؟ اسطورة.